السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. طبعا نحن راجعين إلى الوكالة بعد ما قمنا بتسوية استرجاع الجهاز الكمبيوتر وتسليمها إلى فرانكلين. اليوم عندنا حلقة أخرى من حلقة سلسلة ليلو، وهي راح نقوم بتنفيذ المهمة الثانية. طبعا كان الجزء الأول هو معرفة الشخص اللي كان عنده جهاز الكمبيوتر فيها الأغاني حقت الرابر اللي طلب منه مساعد استرجاع الأغاني هو الهاتف. طيب الآن نحن في الجزء الثاني، لهذا راح نرجع نصعد للوكالة وراح نشوف الجزء الثاني. أوكي. طبعا في الجزء الأول قمنا بالتقاط كاميرات المراقبة ومعرفة الشخص، والجزء الثاني هو معرفة أغاني اللي بحوزته. طبعا الآن راح نبدأ الجزء الثاني، وهو يعني يمكن يكون في معلومات أخرى. طبعا استردنا بعض الأغاني ولكن ليس كل، لهذا راح نقوم باتباع الخطوات الثانية. طيب الآن أوكي، طبعا هذا جزء انتهينا منه. طيب الآن في جزء الثاني وفي هناك جزء الثالث. طبعا الجزء الأول هو بخص الشخص اللي يلعب بالدجي، والشخص الثاني هو يمكن على حسب الصورة شخصية مهمة لأن في سيارات فخمة ومنزل فخم. وأما الجزء الثالث هو العصابات. طبعا العصابة يمكن عندهم دخل في سرقة الأغاني والهاتف حق الرابط. طيب راح نبدأ الجزء الثاني. So the last active trace we have on this copy of Dre's phone is at that preppy country club up in the bluffs. This trail's pretty hot, so get over there quick and we might find the way too rich asshole who got it. Franklin's gonna call you on the way there. أوكي دهنا. طبعا في البداية راح نشوف مراقب وضع، يمكن مش عارف، يمكن راح نلتقط صورة أو أي شيء من هذا القبيل أو اتباع شخص ما. طبعا راح نستعمل مرة هذه هليكوبتر. ايوه طبعا ننتظر مكالمة من فرانكلين. Another day, another bougie-ass member club. دايما يوما جديد ويوما عمل ولكن قليل من الكلام. طيب راح نذهب إلى نقطة صفراء، طبعا يمكن ليس بعيدة. أوكي ما علينا، راح نمشي. راح نشوف هذا المكان فيه أشخاص أغنياء. Okay, shit, wanna run us through it, man? أو شو راح نسوي معاهم. So we're gonna need the club security footage. Job one is find the club surveillance room. Job two is break in. Then you're gonna use the USB I gave you to get into the archive and send the footage back to me. I'll scan it for a lead. Then hopefully we can pick up the trail of this data. Alright, for sure. Shit, we on. طبعا راح أحاول أضع هليكوبتر بعيد شوي عن المنطقة. على تكون في إطلاق النار. طيب وصلنا. أوكي راح نخترق مكان. طبعا هنا في مكان، طبعا فين بالضبط؟ فين من الجهة الثانية، من الجهة الثانية مشكل ان في كاميرات مراقبة. طبعا لو كان في هناك شيء ايقاف هذه الكاميرات المراقبة. طبعا راح احاول ابحث عن شيء يقوم بايقافها. مشكلة لان لو لفتني الكاميرا راح اكيد اتورط عن العصابة. طبعا فيش
قبل ما نذهب إلى الجهة الثانية خلينا نراقب المكان، يعني يمكن يكون فيه شيء يقطع الكهرباء على الكاميرا. نصل هنا. اوكي طبعا في الباب ده بيقول لي بالاسفل. جيد اكيد. طيب بيقول لي 33 و43 في الاخر. سريع 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 من طبعا هذه يخلينا نحوس بالشيش. طبعا عينيه بدك نركز شوي. لا هي في ضيوف. طيب راح استعمل سلاح الكاتم. يقول لي اقتل الحراس. Surprise, motherfucker. You ابلع ابلع يا ولد ابلع بدون حركة بدون حركة. طبعا قضيت عليهم روعة البرق. طيب يقول لي هكا احد الكمبيوترات. طيب راح نبدأ بهذا المفروض الاول، بعدين يقول لك بالفيري كومنت، بعدين يقول لك القوة. ام ما تقول لي هجموا. احاول اختفي. Okay, got the footage. I got it leaving the club in a limo. Let me just check who it's registered to. طيب شو راح اسوي؟ What now? Shell company. Complete dead end. Except if sweet. The plate got flagged speeding on the traffic camera network. Last known location with you now. Damn. Good shit. اوكي يقول لي اخرج. طيب انهينا مهمة بسهولة. طبعا راح نحترس من الكاميرات المراقبة. اذا الكاميرات المراقبة تعطلت. طيب راح نذهب بالكمبيوتر وراح نروح للزوم اللي محددة انا ميني ولا مامي ولا ما اعرف شو. أنا كنت بعتقد المهمة قريبة لكن ظهر أني وضعت الهليكوبتر أبعد وضعت. طيب راح نروح فين هنا. أوكي طيب وصلنا المكان. راح نسوي قل لي ابحث على سيارة ليموزين. طيب فين السيارة ليموزين؟ في سيارات في الأسفل، في سيارات هنا، باركين صغير يوجد هنا. هنا لا كيف يضرب؟ يضرب أنا ولا بيش؟ ما تضرب هذه الطرق؟ All right, shit, follow that limo. Okay, and don't let them see you. Looks like someone got out since the car got flagged.
They would have taken the data. We just need to see where it goes. طيب هنا بيقول لي راقب السيارة عن بعد عن بعد عن بعد عن بعد عن بعد. أوكي. طبعا في عندنا إشارة. لو تملأ هذه الإشارة أكيد راح نخسر المهمة لأنه بيقول لي تابع سيارة عن بعد. طبعا راح نراقب السيارة فين راح تروح. هيا اتحرك. انت عروش كنخ شوفني. طبعا في مرور طرف المرور كان السيارة همر يعني تمشي في طريقة. ايوه تلاحظ يحاول يسرع يسبب كارثة في المرور. اوكي فين راح تروح؟ حاول ان ما ننسى نفسنا. هلأ راح اشوف حاول اشوف المحيط. طبعا حسن حظي اني اتيت بالهليكوبتر. الهليكوبتر بامكاني مراقبة الاشياء من بعد. وضع صغير. طيب فين راح تروح؟ راح تصيب الاعلى. ايوه بيت الاغنياء هذا. طيب هنا بيقول لي التقط صوره. طيب راح ننزل اسفل لانه مش راح استطيع التقط صوره وانا في السماء. طيب هنا التقط صوره يا سيدي. اوكي اتون فرانكلين. اوكي قول لي انتظر فرانكلين حتى يتصل بك. طيب رانا في الانتظار بس ما جميل. We already got it Franklin. Check your spam. Okay. The first thing I see is that keypad. We're gonna need an access code for that. Yeah, for sure. Look, we're gonna do some research on who this guy is, all right? Then we're gonna see how we can get in this bitch. I say we back off for now. Hey, look, good work, y'all. اوكي بيقول لي ابتعد من المكان. طيب انهينا المهمة. فقط راح نراقب البيت راح نسوي ولا شيء. بعدين راح اشوف شو راح نسوي هذا البيت. راح نبعد فقط. اوكي ابتعدنا على المكان. طبعا حاليا الجزء الثاني هو ان نتابع شخص ما ادري شو من هو لكن حتى نعرف المكان اللي راح يقيم فيه. بعد ما تبعنا المكان اخذنا صورة على المنزل اكيد رقم البيت ووضع الدخول. طبعا وضع الدخول هو عبارة على كود وراح نشوف كيف راح نهكر البوابة حتى نستطيع الدخول ونقتحم البيت. طيب كانت هذه حلقة اليوم. أتمنى تعجبكم هذه الحلقة. لا تنسوا علينا باللايك والاشتراك ومتابعة الله. انتظرونا الحلقة القادمة إن شاء الله.
سلام سلام، يشير على هليكوبتر. معلش. طيب انت في عجلة. سلام.